باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح ملوكنا المؤمنين الغلبة على البربر واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. مساء الخير. نبدأ احتفالنا المقدس هذا بالسلام الملكي تعزفه موسيقات مجموعة كشافة عمان الأرثوذكسية. صاحب السيادة المطران خريستوفوروس الكلي الوقار مطران الأردن للروم الأرثوذكس راعي هذا الحفل المقدس، أصحاب النيافة والسيادة الجزيلي الاحترام، قدس الآباء الكهنة الأجلاء، أيها الحضور الكريم مع حفظ الألقاب، أرحب بكم جميعا أجمل ترحيب في عرين النادي الأرثوذكسي العامر وفي هذه الأمسية المباركة لنحتفل معا بعيد رفع الصليب المكرم وكما تعودنا في كل عام. فالعيد ليس احتفالا باكتشاف عود الصليب ورفعه أو استرداده وحسب، بل بما تحقق به. فالصليب أتى بالفرح إلى كل العالم، وبالصليب رفع السيد طبيعة آدم الساقطة مستردًا جميع البشر. لهذا ندعوكم لاستقباله بتراتيل النصر والابتهاج ونقول: يا من ارتفعت على الصليب طوعًا، أيها المسيح الإله، امنح بركتك على هذا النادي وكلله بنعمتك الإلهية لتقوده بقوة صليبك إلى ميناء الازدهار والرفعة، وأمطر علينا وعلى عائلاتنا كل نعمة من لدنك. والآن دعاء يرفعه قدس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش الجزيل الاحترام، فليتفضل مشكورا. بارك يا سيد. أيها الملك السماوي المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ورازق الحياة، هلما واسكن فينا وطهرنا من كل دنس وخلص أيها الصالح نفوسنا. أيها الإله القدوس، يا من لأجل غزارة رحمتك تجسدت من البتول النقية سيدتنا الفائقة البركات والدائمة البتولية مريم، واقتبلت الصلب الطوعي لأجل خلاصنا، من أجل أن تفتقد جبلتك بيدك وتخلصنا، فأنت أيها الإله افتقد عالمك بالرحمة والرأفة رافعا عن كنيستك وشعبك وعالمك أجمع كل شدة وألم وسقم وهذا ووباء كورونا. امنح بصليبك الكريم نعمة لكل من يلتجئ إليك،
لأنك أنت يا إلهنا إله الرحمة والرأفات، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. تحتفل كنيستنا الأرثوذكسية المقدسية في 27 من شهر أيلول من كل عام بعيد رفع الصليب المكرم، ويرتبط بهذا العيد عدة أحداث تاريخية متباعدة. أول هذه الأحداث أن الملك قسطنطين فيما كان يستعد لمواجهة خصمه ودخول روما أبصر ذات ليلة وفي كبد السماء علامة الصليب المحيي في هيئة نورانية وكتابة من حولها تقول بهذا العلامة تغلب، أي ليس بالقوة تغلب. عندها أخذ الملك علامة الصليب شعارا رفعه على بيارق جيشه وانتصر. والآن مع كلمة نائب رئيس النادي الأرثوذكسي سعادة المهندس صفوان قاقيش المحترم، فليتفضل مشكورا. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. سيادة المطران كريستوفوروس الجزيل الاحترام، الآباء الأجلاء، معالي وسعادة الوزراء والأعيان والنواب المحترمين، رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأرثوذكسية المحترمين، رؤساء النادي الأرثوذكسي السابقين المحترمين، إخواتي وأخواني الحضور والمشاهدين الكرام، بالنيابة عن زملائي أعضاء الهيئة الإدارية للنادي الأرثوذكسي وبالإصالة عن نفسي أرحب بكم أجمل ترحيب بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا. اليوم تذكار واقعة عودة الصليب المقدس على يد القديسة هيلينا والدة الإمبراطور قسطنطين الكبير، والتي رفعته على جبل الجليل وبنت فوقه كنيسة القيامة. الصليب رمز مسيحيتنا وعنوان وجودنا. داب النادي الأرثوذكسي على الاحتفال بعيد رفع الصليب المكرم رسمياً كل عام دون انقطاع، حتى في الأيام الحرجة، بالتشارك مع المؤمنين، والذي سنستمر بالاحتفال به عاماً بعد عام إن شاء الله، وإن أرغمتنا جائحة فيروس كورونا المستجد على العزوف عن التجمع لإحياء هذا الحفل المهم، فإننا في النادي الأرثوذكسي سوف نستمر بالاحتفال بهذا العيد وبكافة أعيادنا الدينية، آملين من الرعية المسيحية المشاركة عن بعد، لنوحد تضرعنا لإلهنا بأن يحمينا مما يدور حولنا ويجنبنا أي تطورات مؤذية في المستقبل إن شاء الله. إن جذورنا كعرب مسيحيين في الأردن يمتد إلى أعماق هذه الأرض الطيبة، وهذا الاحتفال إنما هو لتوثيق هذه المسيرة، فنحن في الأردن مع أخواننا المسلمين شركاء في هذا الوطن العزيز، نخدمه بكل طاقاتنا وإمكانياتنا، لأن الأردن هو البيت الذي نستظل تحت لوائه مسيحيين ومسلمين متساوين في الحقوق والواجبات. سوف نبقى كهيئة إدارية للنادي الأرثوذكسي وأعضائه ولجانه وموظفيه يداً واحداً، ورغم الظروف الصعبة سنستمر في بناء وتطوير هذا الصرح الشامخ الذي افتخر به من سبقنا ونفتخر به نحن، ليواصل أبناءنا من بعدنا المحافظة عليه وتحسين وتطوير كافة إنجازات من سبقونا قبل 69 عاماً. نقدم امتناننا إلى كل من دعمونا معنوياً خلال الجائحة البغيضة، وإلى كل الجنود المجهولين الذين ساهموا في دعمنا دينا
لاجتياز هذه المرحلة الصعبة. اليوم نادينا بوضع جيد والحمد لله، لقد استطعنا تجاوز الصعاب بفضل صلواتنا وإيماننا بالله. كما نأمل من علي القدير أن ينجح العالم بالقضاء على هذا الفيروس الشرس بأسرع وقت. أود التوجه بالشكر إلى جوقة القديس نيقلاوس الصريح على تقديمهم التراتيل البيزنطينية الرائعة، وكذلك كل الشكر لقناة نورسات وقناة رؤية وجو تي في وإذاعة صوت الكنيسة لتغطيتهم هذا الحدث المهم. وأخيرا وليس آخرا، نشكر جميع الحاضرين والمشاهدين الذين شرفونا وشاركونا هذا الاحتفال بعيد رفع الصليب المكرم. فكل عام وأنتم بخير، آملين لقاءكم عن قريب هنا في النادي الأرثوذكسي على هذه الأرض الطيبة، أرض العز والعطاء، في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه، سائلين المولى عز وجل أن يبقى الأردن واحة أمن واستقرار ويبعد عنا كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تم العثور على الصليب المكرم مدفوناً في حفرة أسفل معبد الإله الروماني فينوس الذي أمر ببنائه الإمبراطور أدريانوس في أورشليم، عندها قامت القديسة هيلانا مع القديس مكاريوس بطريرك مدينة القدس برفع خشبة الصليب المكرم أمام الشعب الذي كان يصرخ: يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. والصليب يرتفع ويرتفع. بعدها رفعت القديسة هيلانا الصليب المقدس على جبل الجلجلة وبنت فوقه الكنيسة المعروفة إلى يومنا هذا بكنيسة القيامة. هذه البركة تتجدد في الكنيسة كل عام بعيد رفع الصليب المكرم. فلصليبك يا رب نسجد، وبقيامتك المقدسة نسبح ونمجد. والآن مع كلمة صاحب السيادة المطران كريستوفوروس الكلي الوقار راعي هذا الحفل المقدس، لنعيش مع كلماته الروحية السامية أسمى معاني عيد رفع الصليب المكرم. فليتفضل سيادته مشكوراً. الله يمسيكم بالخير جميعاً. أنا كتير سعيد إنه نحن موجودين في هاي الأمسية بالنادي الأرثوذكسي بعد كل الصعوبات اللي مرقنا فيها وما زلنا منمر في أثارها، وحوالي نوابنا، أعياننا، رؤساء جمعياتنا، وزرائنا السابقين والحاليين، وإنتم كلكم أبناء الهيئات الإدارية في الجمعيات. سعيد لأنه كمان اليوم نحن مجتمعين لعيد كنسي، عيد روحي اللي هو الصليب بجمعنا. وقوة الصليب هي عظيمة في حياتنا، لأنه الصليب بالنسبة إلنا هو نهج وأسلوب ونمط حياة اللي نحن منتبناه حتى نقدر نمشي زي ما حكى الإنجيل، زي ما حكى لنا يسوعنا الحلو في الكتاب المقدس، إنه دائماً نختار الطريق الضيق في الحياة مش الطريق الواسع الرحب، لأنه هو حدد ملامح هاتين الطريقتين. الطريق الواسعة حكى تقود إلى الهلاك، أما الطريق الضيق تقود إلى الخلاص، إلى الملكوت السماوي. وهاي الطريق الضيق هو بنفسه إلهنا يسوعنا الحلو، الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس اللي تجسد من أجل خلاصنا، هو سارها مكابداً الألام طوعاً لأجل خلاصنا. يعني هو راح للصليب طوعاً بإرادته، ما حد أجبره وما كان حد بيقدر يجبر الإله إنه يمشي هاي الطريق، ولكن هو اختيارياً راح حتى يعطينا قدمة ونهج في حياتنا كيف نحن كمان نمشي. حمل الصليب، كابد الألام، وسمر خطايانا على الصليب
حتى نقدر نحن نتحرر من آثار المعصية اللي كانت مستولية علينا بسبب الخطية، اللي هو أكتر شيء اللي كان مستولي علينا اللي هو الموت. والموت هو كابوس اللي واجه كل الحضارات، يعني كل الحضارات الإنسانية اهتمت كيف بدها تقدر إنها توصل للخلود، كيف بدها تتخطى الموت. المسيح أجا وبموته موت الموت وأعطانا الحياة الأبدية بقيامته المجيدة من بين الأموات. وهون اختلاف المسيحية، واللي دائماً الكنيسة بموقفها بتحكي المسيحية مش ديانة، المسيحية هي الحقيقة المعلنة والمتجسدة بالإله المتجسد الرب والمخلص يسوع المسيح، واللي نحن منتذوقها ومنعيشها بداخل أسرار وحياة الكنيسة حتى نوصل إن نحيا مع المسيح. حياتنا مع المسيح مش فقط هي هون في الأرض، ولكن هي الحياة الأبدية. اللي بيعرفني بحبني بيعمل وصاياي يرث الحياة الأبدية، هو بيكون ابن الملكوت السماوي. أنا لا أدعوكم عبيد بل أحرار أبناء، هيك دعانا يسوعنا الحلو. هاي البنوة، هاي الحرية نحن مدعوين إنها نعيشها في حياتنا، ونحن محررين إبعاد عن كل شباك الموت اللي هي الخطية، ونقدر إنه نعيش بمحبة، لأنه هاي هي رسالة الصليب، هي رسالة محبة. حضن المسيح بيدي المنبسطتين على الصليب، المسمرتين على الصليب، هي الحضن الإلهي اللي يحتضن الكل، اللي الكل بيلتقي فيه، السماء والأرض مع الإنسان مع أخوه الإنسان، كلهم يلتقوا بعلامة الصليب بيسوع المسيح القائم من بين الأموات. وهون المحبة، الله محبة، وهون نحن مدعوين إنه نفعل المحبة بحياتنا حتى نقدر إن نوصل لهدف الصليب، ونقدر إنه نعيش بسلام وبفرح مش بقلق واضطراب. ربنا أبنائي يعيد دائما علينا هاي الأعياد مش بمظاهر فقط اجتماعية اللي هي جميلة، قديش نحن مبسوطين إنه اليوم مع بعضنا، وفي كتير من أبنائنا بيتابعونا حول وسائل التواصل أو من خلال القنوات، اللي لهم كل الشكر والتقدير، إما النورسات أو قناة الكنيسة الأرثوذكسية اللي عنا في الأردن، أو صوت الكنيسة برضو من عنا في الكنيسة، اللي أبنائنا بتواصلوا معنا في من كل بلدان العالم. وهذا هو رسالة الكنيسة الحية لكل أبنائنا الأردنيين والفلسطينيين، لا بل كل العرب الموجودين في بلاد الانتشار، إنه نحن منحبكم أبنائي، أنتوا في ضمير الكنيسة، أنتوا في وجداننا. نعم أنتوا اضطريتوا أنكم تكونوا خارج البلاد، ولكن أنتوا معنا، واليوم أنتوا معنا بعيد الصليب، وأنا بعرف قديش منكم بتشوفونا وبتتبعونا، لأنه نبضكم بيوصلني كأسقف لإلكم. بالتالي أبنائي هاي هي المحبة اللي كلها من خلالنا بتجمعنا، وهيك ما منكتفي بالبعد الاجتماعي فقط، ولكن كمان البعد الروحي، اللي اتنين بيكملوا بعضهم حتى نكون مواطنين صالحين في دولة اللي نحن منعتز في جذورنا فيها كعرب مسيحيين اللي موجودين في هاي البلاد من 2000 سنة، وهون تحت المظلة الهاشمية، اللي منطلب من ربنا دائما يحملنا هاي المظلة ويخلي بلادنا بأمن واستقرار، يبعد عنا الوباء. ومنتمنى كمان اليوم كل الصحة لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين ولي العهد لتعرضه لظرف مرض الكورونا، ولكن نعمة ربنا راح تكون معه، ونحن من قلبنا منصلي ومنتمنى له الشفاء السريع، وربنا معنا ومع الكل. ربنا يحميكم أبنائي، كل سنة وانتم سالمين. نعمة وبركة الصليب بالإله المصلوب، بمحبة يسوع، شركة الروح القدس، ومحبة الإله الآب دائما تكون معنا. أمين. أيها الصليب المثلث الغبطة، إن مجدك الإلهي قد ارتفع على الأرض كلها وملأ السماوات، لذلك نصرخ إليك دائما من كل قلوبنا بالسلام، مبتهجين برفعك الإلهي
هاتفين إليك بالقلب والشفاه، افرح يا عودا مغبطا. يسعدنا في هذه الأمسية المباركة أن تشاركنا احتفالنا المقدس هذا جوقة القديس نيكلاوس المباركة من الرب، والتي جاءت خصيصا من شمال المملكة وبالتحديد من بلدة الصريح بقيادة المرتل إبراهيم مرجي، لترفعنا بأصواتها الملائكية إلى السماء بترنيمها الترانيم الخاصة بهذا العيد المقدس. فرحبوا معي بجوقة القديس نيكولاوس.
افرح صليب الرب الذي جنس الأنام به انخل من العناب، فأنت رمز السرور حقا وقاهر الأعداء، عزة الملوك قوة الصديق، بهاء الكهنة الذي حينما يرسم من المصائب والشدائد ينقذ عصا القوة التي بها نرعى. بخوف كبير يا كل الوقار، يا مجد المسيح الذي يمنح العالم رحمة العظمى. إن رسم صليبك قد أشرق من الجبل المقدس إلى مكان الجلجلة، وبه أعلنت يا مخلص قوتك التي فيه، فلذلك أيد ملوكنا المؤمنين وخلصهم في كل حين بسلام بشفاعة والدة الإله. أيها المسيح الإله أخاك.
Ra 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 ra
الصليب حافظ المسكونة كلها، ساعة
سيتفضل الآن راعي الحفل صاحب السيادة المطران خريستوفوروس الكلي الوقار وقدس الكهنة الأجلاء من أجل رفع الصلاة الخشوعية والطلبات السلامية ومباركة ثمار الرمان وبمشاركة جوقة القديس نيكولاوس فليتفضلوا مشكورين. بارك يا سيد. تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. إلى سنين عديدة يا سيد قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الداهرين امين. ايها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا. يا سيد تجاوز عن سيئاتنا. يا قدوس تلا واشفي امراضنا. من اجل اسمك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر الداهرين امين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وامنح ملوكنا لرعيتك الجديدة المنسوبة إليك أيها المسيح إلهنا. يا من ارتفع على الصليب طوعا وسر مبهجا بقدرتك ملوكنا المؤمنين مانحا إياه من غلبة على الأعداء ولتهم ولتكن لهم مؤازرتك سلاحا للسلام وظفرا غير مقهور. ارحمنا يا الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. نطلب من أجل المسيحيين الحسني العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس وكل إخوتنا في المسيح.
نطلب من أجل الرحمة والحياة والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسانية العبادة الأرثوذكسيين زوار القبر المقدس القابل الحياة والساكنين في هذه المدينة والمجتمعين في هذا الاحتفال والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم مع جميع الذين في الضيقات والأحزان والشدائد والمرضى والذين والسجون والمعتقلات والحروب والزلازل والكوارث وأيضا نطلب من أجل رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للنادي الأرثوذكسي وجميع المحتفلين في هذه الأعياد الشريفة مع نسائهم وأولادهم من أجل افتقادهم والصفح عنهم وغفران خطاياهم جلالة ملكنا عبد الله الثاني بن الحسين وحكومته الرشيدة والجيش العربي الباسل ولكل من يسهر على أمن واستقرار بلدنا من أجل توفيقهم ونصرتهم وتأييدهم استجب لنا يا الله مخلصنا يا رجاء جميع أقاصي الأرض والذين في البحر بعيدا وكن يا سيد شفوقا علينا غفورا لخطايانا وارحمنا لأنك إله رحيم محب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. السلام لجميعكم ولروحك لنحني رؤوسنا للرب لك يا رب. أيها الرب بارك ثمر الرمان هذا الذي باعتدال الهواء وقطرات المطر وصحو الأوقات ارتضيت بأن يبلغ إلى حالة النضج هذه حتى يكون لنا نحن الذين نتناول منه للسرور والابتهاج وأما للذين قدموه الصحة والعافية والبركة فإنك أنت الذي يبارك ويقدس الأشياء كلها أيها المسيح إلهنا وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا يا من هي أكرم من الشرابيم وأرفع مجدا بغير قياس من السرافيم يا من هي بغير فساد ولدت كلمة الله حقا إنك والدة الإله إياك نعظم المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين أمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم باسم الرب بارك يا سيد أيها المسيح إلهنا الحقيقي أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم بقوة الصليب الكريم المحيي الذي نقيم اليوم تذكارا لرفعه المكرم بنعمة القبر المقدس القابل الحياة بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد وبتضرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم والقديسين المجيدين الشهداء الحسني الظفر وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله والقديسين الصديقين والقديسين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني
والقديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وأكيم وحنة وجميع قديسيك. ارحمنا وخلصنا بين القديسين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. بصلوات سيدنا القديس. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. سيد صفوان كل سنة وانتو سالمين. ربنا دائما يطرح البركة في النادي وفي كل مؤسساتنا الأرثوذكسية وفي كل مؤسسات الوطن. ربنا يبارككم وكل سنة وانتم بخير نعمة وبركة. أمين. كل سنة وانتم سالمين.